السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف التاسع عندنا يونت 3 ليسون 5 الدرس الخامس. كيد فوكس اون ا كونتري على البلد. لينكز اكسبلور ماليزيا. ماليزيا is one of the most pleasant countries to visit in Southeast Asia. ماليزيا هي واحدة من الأكثر دول سرورا أو متعة لتزور في آسيا الجنوبية الشرقية. Its area is 329,847 كيلومتر سكوير. منطقتها هي تبلغ 329,847 كيلومتر مربع. Its capital city is Kuala Lumpur. مدينتها عاصمتها محافظة يعني هي كوالا لامبور. ماليزيا borders Thailand, Indonesia, Singapore, Brunei and the Philippines. حدود ماليزيا عبارة عن تايلاندا، إندونيسيا، سنغافورة، بروني و الفلبين. It has moved towards a pluralist culture and includes an interesting fusion of Malay 60%, Chinese 24%, Indian 8%, and indigenous cultures and customs. إنها تحركت تجاه ثقافة تعددية وتشتمل على اندماج وخليط شيق من الملايا 62%، الصيني 24%، الهندي 8%، و الاندجنس اللي هو البلدي أو الأهلي، الثقافات الأهلية والبلدية والعادات والعرف العرف والتقاليد والعادات. It's hot and humid all year long in Malaysia, with temperatures rarely dropping below 20 Celsius, A68 Fahrenheit. الجو بيكون حار ورطب طوال العام في ماليزيا بدرجات حرارة نادرا تسقط أسفل 20 درجة سليزية و 68 درجة فهرنهايت, and usually rising above 30 Celsius 86 فهرنهايت during the day, وعادة تصعد فوق 30 درجة سليزية يعني 86 درجة فهرنهايت أثناء النهار. The region has a monsoonal climate, but only the east coast of peninsular Malaysia has a real rainy season. عندنا المنطقة فيها رياح موسمية, جو عبارة عن رياح موسمية, لكن فقط الساحل الشرقي من ماليزيا هنا بيقول لي ايه بقى. العام الجديد للصين في يناير او فبراير بيرحب ببعض الرقصات الحفلات و زي ايه تشجيع جيد كثير. The Kota Bilod Tamu Bisar is a huge tribal gathering held in May at Kota Bilod in صباح. الله العظيم منهجكم غريب جدا, كلماتكم غريبة جدا, الله يعينكم. بيقول لي القطة بلود تامو بسار هي قوم أو جماعة ضخمة تتجمع
تجمع من الجماعة يعقد في شهر مايو في كوتا بلود في صباح. It includes a massive market, traditional ceremonies, ornately decorated horsemen, medicine men, and tribal handicrafts. وهي تشمل سوق ضخم، احتفالات تقليدية، رجال خيول الرجال مزينة ومزغرفة، رجال الطب، و يعني زينة كده منشأة باليد قومية. The Rainforest World Music Festival is held. اعذروني يا ولاد لو في اي خطأ بيظهر مني، ان انا مش مركز، لان دي واحدة تلاتة فانا عايز انام. عارفين الساعة عندي كام؟ 7:08، يعني المفروض اكون نايم عشان الصيام. طيب، held in Kuching in July or August, and Malaysia's National Day is on 31 August. In 2007, the country celebrated its 50th anniversary of independence. بيقول لي هنا مهرجان العالمي الموسيقي الغابة الممطرة، ده اسمه، ده اسم نوع، يعقد في كوتشينج في يوليو أو أغسطس. واليوم الوطني للماليزي بيكون في 31 أغسطس. طبعا كل ده مش حفظ يا ولاد، وتخيلوا ان الكلام ده تحفظوه، لا احنا بنقرأ عشان نطلع نعرف معاني الكلمات. والطالب لما يبقى في الفصل والمدرس يقول له قوم اقرأ، يعرف يقرأ. ماشي. في عام 2007 البلد احتفلت بالألفية الخمسين من استقلالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.